يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الدين والملة؟ لأننا نلاحظ أن الدين ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والملة تنسب إلى إبراهيم عليه السلام كما في دعاء الصباح والمساء. تنسب أيضا الملة إلى محمد، ملة محمد، دين محمد، شريعة محمد، هذا سبيل ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ لأنه جاء بها وبلغها. نعم.